راح نكمل يا شباب مراجعة التحكم. طبعا درسنا الاستجابة الثانوية للمرشح من المرتبة الأولى، استنتجنا معادلة المرشح، استنتجنا معادلة المرشح وكتبنا تابع النقل بالبداية إذا بتتذكروا. طبعا هذا التابع لازم انا اكتبه بطريقه، اذا كان الدخل طبعا واحد على اس فراح يطلع معك الخرج هو تابع النقل ضرب ايش؟ اشاره الدخل، مضبوط؟ هذا اذا بدك توجد لابلاس العكسي ما بينوجد معك، تعمل تفريق للكسور. طريقه تفريق الكسور انتم بتعرفوها، اشتغلنا طالعنا الاي والبي. بعد ما عرفنا الـ A والـ B رجعنا كتبنا التابع بنفس الـ، يعني رجعنا كتبنا هذا التابع، عوضنا بدل الـ A وبدل شو الـ B، فطلع معك التابع بهذا الشكل. بعد هيك شوية عمليات رياضية، الواحد على S شو تحويلها العكسي؟ واحد. والواحد على S زائد T، واحد على T هو E قوة ناقص T على T. طبعا بدي ارسم هذا التابع، جيت اعطيت قيم للتي عند الصفر كانت قيمته التابع وعند اللانهايه كانت قيمته ايش؟ واحد. وطبعا اخذنا عده نقاط للرسم. هذا عند اللي كانت الاستجابه عباره عن ايش؟ استجابه واحديه او قفزه واحديه. الان ممكن تكون الاستجابه على شكل رامب. الرامب يعني شو؟ تي. الرامب هو عبارة عن ايش؟ تي. فالتابع لابلاس له هو عبارة عن شو؟ واحد على اس مربع. اوجدنا الخرج، هي معادلة الخرج. هي معادلة الخرج. طبعا عملنا كمان تفريق للكسور، طريقة تفريق الكسور. فطلع معي التابع بهذا الشكل، بهذا الشكل اللي شايفينه. كمان يا شباب انا جيت هون اعطيت هون شو ساويت انا يا شباب؟ مثل ما انكم شايفين اعطيت قيم للتي، اعطيت قيم للتي واوجدت قيم سي تي. يعني هون اي قوه صفر مثلا تساوي الواحد، بضل عندك زائد تي ناقص تي صفر، اذا بتضل عندك التي، معناتها التي شو قيمتها؟ صفر، بيصفر معك. بتعطي قيمة أيضا تي تساوي تي، طبعا هذا تي عبارة عن إيش؟ عبارة عن الدور أو الاستجابة يعني أو زمن الاستجابة. فبيطلع معك شوف إشارة الدخل هي اللي هي رامب، شايف؟ الخرج دائما متزايد، يعني ما راح يثبت عند قيمة معينة. فلاحظ إنه أنت في اللانهاية دائما في عندك خطأ أو فرق بين القيمتين، دائما في عندك شو؟ خطأ. الحالة الثالثة أو يمكن ما في حالة ثالثة، أنا بتذكر إنه هذا الحكي نحن ما بعرف إذا مثلناه على الماتلاب ولا لا، أنا بتذكر إنه يمكن رسمنا موضوع الإيرور على الماتلاب. طيب، جينا للبحث الهام جدا اللي هو توابع النقل من المرتبة الثانية. الشكل العام للمعادلة هذا هو. حتى حلل المعادلة أنا يا شباب شو بساوي؟ شو بساوي يا يحيى زكريا أو زكريا؟ يحيى، لأنك امبارح ما سمعتنا. عم تسمعني يحيى؟ إيه عم أسمعك، أسمع دكتور. إيه نحن معادلة بدنا معادلة المقام. شو بهمنا معادلة المقام؟ هذا الشكل بدنا نحفظه. فقلنا في عندي أنواع للتخميد، أولاً في عندي التخميد الزائد. يعني التابع بيكون متخامد بشكل تام فلا يحوي اهتزازات ولا يوجد خط تجاوز لخط الاستقرار. ايمت بيكون هالتخامد؟ عند اللي الزتا بتكون عندي ثابت التخامد اكثر من واحد. كتبنا معادله الدلتا لهي المعادله، كتبنا معادله الدلتا. طبعا هي الدلتا بيطلع معك جذرين، مضبوط هاي الكلام يا شباب؟ اذا كانوا الجذرين عقديين، إذا كانوا الجذرين عفوا واقعين على يسار المحور التخيلي، إذا كانوا الجذرين واقعين حقيقيين وسالبين واقعين على يسار المحور التخيلي،
فالتخامد حرج، عفوا التخامد ايش يا شباب؟ زائد او تخميك زائد. لاحظوا هلق عندك هون ما صار تجاوز لخط الاستقرار اللي انا محدد له اياه هو ايش؟ واحد. جينا رسمنا هالحكي على الماتلاب، عطينا النم وعطينا الدين ورسمنا من اجل قفزي واحدي ستيب. طبعا عم برسم انا مين يا شباب؟ هذا التابع رسمت لكم اياه وبالفيديوهات موجود. مين اللي تابع الفيديوهات؟ تابعتوهن اخي احمد هدول الفيديوهات؟ طيب التخميد البعوضي هو التخميد الحرج. التخميد الحرج بيكون عندك قطب مضاعف. شو بيكون عندك؟ قطب مضاعف. ثابت التخامد لازم يكون يساوي الواحد. خذ مثال على ذلك، شوف هالمثال هذا اللي شايفه. لاحظ هاي الاوميجا مربع، هي نفسها هاي الاوميجا مربع، معناتها الاوميجا ماذا تساوي؟ 3. شو تساوي؟ 3، لانه هي 9 وهي 9، معناتها الاوميجا شو؟ 3. 2 زيتا باوميجا شو يساوي يا احمد من هاي المعادله؟ شو يساوي؟ 6. طالما الاوميجا 3 مظبوط، 3 ضرب 2 6، معناتها الزيتا حكما شو قيمتها؟ 6 1 1 1. اذا انت بس شفت الزيتا تساوي الواحد معناتها شو؟ التخميد حرج. وراح يطلع معك قطب مضاعف. قطب شو؟ مضاعف، اللي هو قيمته ناقص 3. طبعا بالدلتا بيطلع معك يعني. جينا رسمنا هون دكتور كانه بيطلع قطب لو قسم تخيلي بس قليل جدا، بيطلع قطبين لون قسم تخيلي، بيطلع قطب حقيقي فقط، بيطلع قطب حقيقي مضاعف ما في جزء تخيلي. عرفت؟ بعرف جربت انا الماتلاب طلع معي قطبين لهي المعادلة؟ لهي ايه 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 مظبوط كلامك، صح صح صح. بس الجزء التخيلي قيمته متناهي في الصغر تماما. ايه هي حتى انا طلع معي هالحكي هذا في الماتلاب اذا بتتذكروا بالفيديوهات. هذا قيمته يعني 0.0000 بإي قوة ناقص كذا كذا، يعني قيمته ايش؟ تهمة. فهو بيطلع ايش؟ يعني قيمته حقيقية. طبعا اذا بدك توجد موقع الاقطاب شو؟ تعليمة ار لوكاس. شو هي؟ تعليمة ار لوكاس. وفي تعليمة ثانية مين بيذكرني فيها؟ هي يا بتقول بي زد ماب نم فاصلتين او بتقول ار لوكاس. النوع الثالث من التخميد، التخميد الناقص، يعني فيه اهتزاز. ممكن عندنا قسم تخيلي اكيد. تماما. فبيطلع معك بهالحاله هاي قطبين، بي واحد وبي اثنين. مثل ما تفضل الاخ احمد رح يطلع معك قطبين متناظرين. قطبين متناظرين بجزء تخيلي، بجزء شو؟ تخيلي. فبدي يطلع عندك قسم حقيقي، يعني قسم حقيقي وقسم ايش؟ تخيلي. قسم تخيلي، انا عم بدرس اين تابع؟ هذا التابع. هذا التابع، اوجدت الدلتا واوجدت بي واحد واوجدت بي اثنين. طبعا اذا رسمت انت الاستجابه رح تشوفها شو؟ في اهتزاز يعني، ولكن ستستقر بعد زمن، يعني بعد زمن شو بيصير بالاستجابه؟ تستقر. لو ما كانت مستقره لبقيت ايش؟ مهتزه، ولكن هي ستستقر. فهذا التخامد شو اسمه؟ تخامد ناقص. تخامد ناقص. هلا هون الدلتا الزيتا عفوا بين الصفر والواحد، يعني اصغر من الواحد. هلا هي 9، هي 9 معناتها الاوميجا قديش؟ 3. معناتها 2 زيتا ضرب 3 يساوي شو؟ شو قيمة؟ شو يساوي هون؟ 2. 2 مع 2 بتروح، إذا معناتها الزيتا شو تساوي؟ 1 على 3. 1 على 3. تمام؟ طيب. هلا نحن رسمنا كمان، أخذنا النم، أخذنا الدين، رسمنا ستيب من أجل ستيب يعني من أجل قفزي واحدية.
فهذا الحكي نفذناه نحن بالماتلاب، راح يطلع معك راح يطلع معك هذا الشكل. جينا على الاستجابة الرابعة اللي هي الاستجابة المهتزة وغير المتخامدة. فهي الاستجابة يا شباب بيطلع معك فقط على المحور ايش؟ التخيلي. بيطلع معك على المحور التخيلي والاستجابة مهتزة بشكل كامل، بشكل كامل. ماذا لو طلعت معك الأقطاب على يمين المحور التخيلي؟ سؤال. لو طلعت معك الأقطاب على يمين المحور التخيلي، شو هذا النظام بيكون؟ هذا اسمه نظام غير مستقر. شو اسمه؟ نظام غير مستقر. يعني ممكن مثلا تطلع الاستجابة بهذا الشكل. ممكن مثلا تطلع معك استجابة بهذا الشكل، تبدأ على شكل جيبي بهذا الشكل مثلا هيك، وبعدين ما بتشوفها الا راحت شطحي، يعني راحت بالعلالي، عرفت؟ فهذا النظام شو وضعه؟ نظام غير مستقر. طبعا يا شباب انتم بتتذكروا بالتقانات انا حكيت على موضوع حذف صفر مع قطب، مين بيتذكر؟ لما تحكمت بالسرعه لسرعة محرك دي سي، اشتغلت انا بحذف صفر مع قطب، قال تحريك الاقطاب للاعلى او الاسفل او ازاحتها لليمين او اليسار يغير من حالة النظام. يعني مثلا اما بيزيد التردد، شوف هلا هون الاستجابي مثلا عندك، شوف الحالة هاي، مثلا عندك قطب موجود هون، إذا أنت جيت تحكمت بهذا القطب أزحته لليمين، يعني قربته لوين؟ على المحور التخيلي، تمام؟ طبعاً كيف بدك تزيحه؟ بدك تغير ترتيب المعادلة، بدك تضيف كنترولر، لأنه الكنترولر بيغير لك بتابع النقل. يا أحمد مظبوط هالكلام ولا لا؟ هلا أنا إذا عندي هون يا شباب، إذا عندي هون تابع معين، عندي هون ترانسفر فانكشن، وجيت أنا ضفت هون كنترولر، كنترولر مثلا بي اي تابع النقل الكلي، تابع النقل الكلي راح يتغير لما راح يتغير؟ راح يتغير، راح يتغير صفر القطب يتغير طبعا، بده يتغير. وبالتالي انت معناتها عمليه ازاحه الاقطاب لليمين او ازاحتها لليسار اما بسرع الاستجابه اذا ازحتها لليسار، أو ببطئ الاستجابة إذا زحت لوين؟ لليمين. طب أنت إذا رفعت الأقطاب للأعلى أو للأسفل شو بيصير عندك؟ يا بيصير عندك التردد بيكبر أو التردد شو؟ بيصغر. هذا الكلام هلأ أنا ما رح نفذ لكم إياه، يعني تنفيذه كمان بده تدخل بالتحكم أكثر، ولكن أنا بدي إياكم تعرفوا هذا الكلام، أنه أنا إذا زحت قطب لليمين شو بيصير، وإذا أزحته أنا لليسار شو بيصير. واضح يا شباب؟ بعدين جينا يا شباب أخذنا بعض البارامترات الهامة لنظام من المرتبة الثانية. أخذنا عدة أزمنة، أخذنا زمن الصعود اللي هو الرايز، صح الكلام ولا لا؟ يمكن هاي كانت عندكم أفضل محاضرة لأنه هيك كتبتها بشكل كامل. وعندك التي بيك يعني زمن الوصول للقمة، إذا الوصول لوين؟ للقمة. وفي عندك زمن الدخول في الحالة المستقرة. أحمد السؤال إلك، عم تسمعني هلا؟ معك دكتور. حلو، أنا بدي أسألك سؤال. تي اس هو زمن الدخول في الحالة المستقرة بانزياح قدره زائد ناقص يعني مقدار معين نسبي مئوي ولتكن 2-3%، يعني إما زائد 2-3%. طيب سؤال، ليش أنا أخذت هذا الزمن اعتبرته انه هو زمن الدخول في الحاله المستقره على اعتبار انه هو دخل ضمن هذا الرينج؟ معي لما انك معي هو دخل ضمن هذا الرينج، صح ولا لا؟ حلو، ليش انا ما اخذت هذا الزمن؟ من عند الزمن، من عند التي اس ببلش المنحني يشتغل على الزائد ناقص مثلا 2% المجال اللي حددته انا للحاله المستقره. يعني إذا أنا يا شباب ليش ما أخذت هذا الزمن؟ ليش أنا ما قلت هذا الزمن هو تي اس؟ لأنه عم يهتز خارج المجال.
لانه صح هون دخل في الحاله المستقره، هون دخل في الحاله المستقره بس رجع طلع منها. وضحت يا يحيى؟ وضحت يا شباب؟ ايه واحد. اذا هو طلع من الحاله المستقره، انا بدي الزمن يلي بيدخل بالحاله المستقره ضمن الرينج اللي انا محدد له اياه وما عاد يطلع منه، هذا اسمه زمن الوصول للحاله المستقره. طبعا اخذنا المعادلات الثلاثه، وهي المعادلات يا شباب انا حكيت لكم عنها امثله بشكل هيك سلس جدا جدا، يعني هي القوانين، هي القوانين يا شباب الاربعه، هي القوانين الاربعه. طبعا عم بكتب كتابي لانه في ناس ما عم يسمعوني. حليت لكم هاي التمارين بشكل كامل، بشكل كامل. جينا بعدين على حساب الخطا الحاله المستقره للتغذيه العكسيه الواحديه. استنتجنا هاي المعادله. هاي المعادله استنتجناها اذا بتتذكروا، وحلينا عنها امثله، اذا كان عندك قفزه واحديه واذا كان عندك رام. اذا كان عندك يعني اما قفزه واحديه بهذا الشكل أو كان عندك رامب بهذا الشكل، حليت لكم عنها مثال وحليت مسألة، وهي المسألة من أجل ثلاث مداخل، من أجل ثلاث مداخل، وهي ثلاث حالات إذا بتتذكروا يا شباب نفذتها على الماتلاب، مين بيتذكر؟ مين نفذها على الماتلاب مثلي؟ مين؟ طيب أنا خلصت المراجعة، في حدا له سؤال على الشيء اللي أنا حكيته؟ في حدا له سؤال؟ في سؤال أحمد؟ بس بداية الاستنتاج، بس إذا بترجع بتنوه لنا عليها شوي. وين؟ بداية استنتاج معادلة النهاية. هاب يعني. هلا انا هون شوف، اول شيء كتبت معادله الاي اس، هذا هو، وكتبت السي اس، السي اس كتبت معادله ال، طبعا الايرور رجعت كتبته مره ثانيه، عوضت السي اس، عوضتها هون، يعني هي السي اس انا جيت عوضتها هون بهذا المقدار بالمعادله الثانيه، طلعت معي معادلة الاي، طالعت انا الايرور، هذا هو الايرور. هلا هون عم يقول لك نظرية القيم النهائية، او هي نظرية يعني هي نظرية النهايات تساوي نهاية ايش؟ هالمقدار على واحد زائد جي اس جي بي ار اس. طبعا هي يعني نحن اخذناها كمسلمة، اخذناها ايش؟ كمسلمة، عرفت يا احمد؟ هي كمسلمة. كمسلمة أخذناها، يعني هي موجودة بالرياضيات، نحن أخذناها بشكل مباشر وطبقناها في الحالات الثلاثة، طبقناها في الحالات الثلاثة هون، نقصد وين؟ هون. طيب إذا ما في سؤال خليني أنهي الزوم وأرجع أدخل مرة ثانية مشان أوقف الفيديو، لأنه راح ندخل بشكل ثاني، راح أدخل على في سؤال. طب يا شباب هلا انا راح انهي اللقاء، بس انتم خليكم، راح ارجع ابعث لكم الرابط مره ثانيه بعد دقيقتين ثلاثه. يلا تمام.